السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hey everyone and welcome to Dr. Abu RTN Academy channel. Today we are going to discuss part 15 في موضوع الفلاور في التغذية العلاجية. تمام، احنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند الاستيفيشن وخدنا بعض الانواع بتاعتها، واحنا وقفنا عند الاسندنج امبريكيت، وقلنا الاسندنج امبريكيت دوت بيكون الورقة الكبيرة البوستيريور بيتل بتاعتها هي الانر موست. يعني ايه انر موست؟ يعني اكتر حاجه في السنتر ده كده، اما يكون عندي طبقات كده دي اسمها الانر موست، دي اسمها الاوتر موست الخارجيه بره، اكبر واحده خالص موست اوتر، لكن دي الانر موست. تمام، فما يكون عندي الورقه الكبيره هي اللي في اخر واحده خالص، يبقى اللي قبلها اصغر واصغر واصغر، يبقى كده اما اجي اعد من بره بعد من الصغير للكبير، عشان كده ايه من الصغير للكبير، يعني 1 2 3 4، يعني سموها ايه، عشان كده سموها ascending. تمام، ففي حاله ascending امبريكيت بيكون عندي البوستيريور بيتل ذا انر موست، هي ايه، هي الداخليه. تمام، الورقه الكبيره بيكون داخليه، فبيبدا الصغير قبلها اصغر واصغر واصغر، فما بجي اعد بعد منين، بعد من بره لجوه، فببدا هنا بالصغير وبعدين الاكبر 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 لحد ما اوصل لايه، للبوستيريور اللي هي اكبر واحده خالص، عشان كده سموها ايه، سموها ascending. بالنسبه للنوع اللي بعديه اللي هو عكسه اللي هو descending imbricate. descending عكس اللي عكس الascending، وساعات بيسموه الفيكسيلاري او descending imbricate. واحنا we came in touch with it، كنا في بيج اعتقد 36 كنا ذكرناها، ايوه هنا في بيج 36 كنا اتكلمنا عليها هنا، وقلنا ان انا عندي حاجه اسمها البوستيريور باتل ذا لارجست اند از نون از ستاندرد او ايه فيكسيلوم، فهي الفيكسيلوم جايه من كلمه فيكسيلاري. تمام، والورقه الكبيره دي هي بيسموها الستاندرد، ودول هم التو وينجز بتوعها، ودوت هو الايه اليونايتد او بيسموها الكيل. تمام، هم دول التو وينجز، وده بيسموه الكيل او ايه الكارينا. تمام، ده بس اللي حابب يرجع ممكن يرجع تاني يشوف الفيديو بتاع بيج 36. فبالنسبه للفيكسيلاري او الديسندنج امبريكيت بيكون فيها الانتيريور بيتل، الانتيريور بيتل اللي هي الاماميه، البيتل الاماميه اللي هي الصغيره از ذا انر موست، يعني معنى ذلك ان الصغيره هي اللي في الوسط، والاكبر منها فوق والاكبر منها فوق والاكبر منها فوق والاكبر منها فوق لحد ما اوصل للبوستيريور بيتل. ابدا اما اجي اعد منين، امشي من اول الكبير للاصغر 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 لحد ما اوصل، عشان يسموه ديسندنج، يعني نازل من الاكبر للاصغر تنازلي. تمام، ده اسمها ليه البوستيريور، عشان يسموه البوستيريور. فيبقى ده انتيريور بيتل ده انر موست، الصغيره الانتيريور الصغيره بيكون هي اللي في الانر موست، والبوستيريور بيتل ده اوتر موست اند ذا لارجست. ده احنا كنا خدنا الاكزامبل نفسه، احنا كنا خدناه في بيج 36 برضه. انا عندي هنا الورقه الكبيره اللي هي البوستيريور الكبيره اهي، شايفها هي اللي ورا اول واحده، وبعد كده اجي اعد الاقي عندي هنا الوينجز، وبعد كده عندي اللي الكيل اللي هو اليونايتد دي اليونايتد بيتلز الاثنين اللي هنا، يبقى كده الاكبر وبعد كده الاصغر شويه وبعد كده اصغر واحده خالص. وبرضه شفنا هنا الاكزامبل ده نفس الكلام، لو جيت هنا ده البوستيريور الكبيره قوي، دي هي ده البوستيريور، وبعد كده الاثنين الوينجز الاصغر، وبعد كده واحده في الوسط، اثنين في الوسط تانيين اصغر منها. تمام، برضه نفس الكلام، وهنا برضه نفس الكلام، هي نفس الشكل طبعا، ده البوستيريور وده تو وينجز وده يونايتد دي كي، وهنا برضه نفس الكلام، الورتين دول هم الكبار اللي هم موجودين فين، البوستيريور، وبعد كده دول التو وينجز، وبعد كده دول الاثنين الكي اللي هم الاصغر منها. يبقى عندي الفيكسيلاري اور ديسندنج امبريكيت ذا انتيريور بيتل ات ذا انر موست اند بوستيريور بيتل ات ذا اوتر موست اند ذا لارجست. اوكي، ده بالنسبه للايه للديسندنج امبريكيه. بالنسبه بقى للكوينكونشال، الكوينكونشال دي هي نفسها الايه، هي نفسها الامبريكيت. احنا قلنا الامبريكيت بيعبره عن ايه، في واحده كلها بالكامل جوه، وفي واحده كلها بالكامل بره، وفي الثلاثه التانيين بيبداوا يعملوا ايه الترنيت، واحده فوق واحده تحت، واحده فوق واحده تحت. فبيقول لك هنا الكوينكونشال دي از ا موديفيكيشن، تعديل اوف ايه، اوف امبريكيت تايب، هي تعديل للامبريكيت تايب، بس مش واحده فوق واحده تحت، هي هنا اتنين فوق واتنين تحت، ويبقى فاضل عندنا من الخمسه فاضل واحده، ما هم خمسه، كان الثانيه كان في واحده فوق بالكامل والباقي تحت، واحده تحت بالكامل واتنين فوق، ودول واحده حته ناحيه تحت وناحيه فوق.
الكوينكونشال is a modification of imbricate type out of the five petals. يعني اما ناخد من ال five petals دول ناخد منهم كام؟ two are completely internal. يعني ناخد جزء من ال five petals دول out of the five petals, two منهم completely internal و two منهم completely external. يعني الطرفين الاثنين بتاعتهم ال two edges بتوعهم ال two margins بتوعهم internal والتاني المارجنز بتوعهم ايه؟ external. تمام؟ and the remaining petal is one margin internal and the other margin is external. هنشوف هنا ايه هتكون اوضح بتاعي لما نشوف الشكل ده هتكون اوضح. لو انتوا دققتوا معايا هنا هنلاقي في واحده هنا شايفينها دي الاثنين بتوعها المارجن دوت والمارجن ده الاثنين external outside. شايفين الاثنين دول outside ودي برضو outside ودي outside. يبقى عند البيتل دي والبيتل دي الاثنين بتوعها ايه؟ outside. طب تعالى نشوف دي كده, دي الاثنين بتوعها انسايد انترنال, دول الاثنين بتوعهم ايه؟ انترنال. والاخيره اللي فاضله الخمسه هتلاقي حته منها انترنال والناحيه الثانيه ايه؟ اكسترنال. تمام؟ فهي يعتبر نفس الشكل بتاع الامبريكيت تايب بس تعديل منه, بدل واحد واحد وثلاثه وان كان دي كانت 1+1+3, لا دي 2+2+1 هتلاقي حتى بيزيد وبعد كده بيقل. تمام؟ two are completely external وكان قايل لك ان two completely internal والريمينينج one margin internal and one margin is external. وهنا برضو الشكل بتاعها الكوين كونشال دي باين هي نفس الرسمه, ادي واحده فولي او completely external ودي completely external, دي completely internal ودي completely internal, ودي حته هنا internal وحته ايه external. تمام؟ اتمنى كده يكون ايه يكون الجزء دوت واضح.